أشعر أنه لو والدي كان عايش. أعلن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم انضمام العراقية هيا ابنة أسطورة كرة القدم العراقية النجم الدولي الراحل أحمد راضي لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد. وأوضحت المتحدثة الرسمية للاتحاد الدولي ديما سائح أن اختيار هي أحمد راضي لعضوية اللجنة التنفيذية جاء تعبيرا عن إيمانها وإصرارها على الاستمرار في حمل رسالة والدها في تكريس دور الرياضة بنشر قيم المحبة والسلام بين الشعوب. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية تتشكل من 30 عضوا يمثلن جميع القارات وتعد أعلى سلطة في اتحاد ويفا، وتتولى رسم استراتيجيات الاتحاد وبرامجه لتوسيع ممارسة كرة القدم النسائية في العالم. للمزيد تنضم إلينا دكتورة هيا راضي. أو هيا راضي، أهلا بك دكتورة هيا. يعني بداية، تم اختيارك لعضوية اللجنة التنفيذية، ماذا يمثل لك هذا الاختيار أو هذا الإنجاز تحديدا؟ مرحبا، كيفك حبيبتي؟ أهلا. بالنسبة لي يعني هاي يعني تجربة رائعة بكل صراحة، يعني لأسباب عديدة. أولا والدي الله يرحمه يعني زرع فينا حبه وشغفه للرياضة منذ الصغر، يعني وآخر فترة من حياته قبل ما تكرسها لإنشاء كرة، عفوا، لإنشاء مدرسة كروية تضم جميع الفئات العمرية في العراق. وبكل صراحة يعني أشعر أنه لو والدي كان عايش يعني كان راح يكون جدا فخور وداعم لي، وهذا أكثر شيء أفرحني بصراحة. يعني ثانيا، أنا كشخص أحب أدعم المرأة بكل المجالات، وأنا كابنة العراق امرأة عربية عراقية، يعني يشرفني أن أدعمها بهذا الدور الرياضي. وربما يعني أنا مو مجالي الرياضي، لكن أنا تربيت بأحضان أسطورة رياضية، وإن شاء الله سأكرس كل وقتي ومجهودي لهذا المشروع، وإن شاء الله أكون بحسن ظنكم. يعني ويعني بدأت من الآن صراحة العراقيين دعمهم لي وكلامهم جميل يعني. نعم. وإن شاء الله دائما يعني أشوف كل نساء العالم متألقين في جميع المجالات يا رب. إن شاء الله سيدة هيا أحمد راضي، كل التوفيق، شكرا جزيلا لك.